يو واتساب جايز، جيت لكم فيديو جديد ورياكشن جديده. ديجا الخوش انا معطلين ساعه سوما خصني نطول عليكم شرم من هكا رياكشن ديال مورا تراك سميتو بونش، يعني الخوش مورا ملي كيدير لك بونش يعني غادي تكون شي بونش لاين اللي طنا ديال الخوش. سولك انت اول مره تشوفني مالك كدير جيم، كومونتير سبسكرايب شحال في الخوت في الخدمه وعييت برا وجوله. سول انستغرام ديالي هو هذا، سير لي واحد فولو وغادي دير لك رياكشن، رياكشن ديال مورا الخوت اللي فهمتيني. ملي كتكون القضيه فيها البونش وكيكون فيها مورا لعيبه شحال هكا يعني غادي يكون شي كلاش فهمتيني. انا متاكد هاد الرياكشن يكون فيها كلاش، يكون فيها بزاف اللعيبات اللي زوينين. سوما نطول عليكم شرم من هكا ندوز ديريكت رياكشن. Okay. تا واحد ما سمعك قالوا غداوي كاع شكوا في كلامك غيوقفوا قدامك. اكثر حاجه كنحبها رقوت في مورو انايا وما الدخلات اخويا فهمتيني، الدخلات اخويا ديال مورو نعاودوها بالروج ولا الخوت لوف. تا واحد ما سمعك قالوا غداوي كاع شكوا في كلامك غيوقفوا قدامك ما يحملوكش تزيد غيقتلوا احلامك. وخي حاولوا يقتلوا احلامك انت خصك تكون عندك واحد البيك باور فهمتيني، وخي حاولوا يقتلوك ويدمروك ويقولوا لك انت ما عمرك دير شي حاجه، ما عليك عمرك دير بزاف ديال الحوايج، انت خصك تكون فهمتي كيف ما كنقولوا خصك تحنتهم فهمتيني. انت ما غاديش تقول لهم بلي انني باغي نحقق واحد الحاجه، ما تقولش لهم على الاحلام ديالك، بقا تحقق الاحلام ديالك شويه بشويه فهمتيني، وهم غيبقاو يدمروا بوحدهم. ويلي ويلي النصائح. ثقه في دراعك جيبك والديك وبيع اللي باعك، تا حاجه ما فابور راه كلشي بالحرب راه غتجيبها لتاعك. الراجل ديال الخوت فهمتيني، ما كاينش شي حاجه كتجي ايزي وفابور لعيبه، الا ما ضربتيش الشماره راه ما يمكنش فهمتيني، خصك تضرب الشماره باش توصل بانش. الله يجي شوف رياكشن مينياتور كل شوف. تا حاجه ما صايبه راه كلشي في الراس، لكن تي موتيفي ما عندكش الحدود، البارح في الزيرو مي غدوه راه اس كتسالي لا غير ما كيموتوش الجلود، قالوا الاراده كتهرس الجبال، لا سمعتي البنادم غتموت العزيمه، الطريق الى طويله كتشحف. الاراده كتهرس الجبال، ولا سمعتي البنادم كتموت العزيمه فهمتيني، يعني خصك تكون عندك الاراده وما تسمعش البنادم غتوصل. الله يجي توصل برب جمال ديام راه كيتسنى وغتعيا الغنيم مي غدوه راس كتسالي لا غير ما كيموتوش الجلود، قالوا الاراده كتهرس الجبال، لا سمعتي البنادم غتموت العزيمه، الطريق الى طويله كتشحف الجمال ديام راه كيتسنى وغتعيا الغنيمه، صاحبي الرجوله جامي تجيب المال، بزاف اللي باعوا راه قصه اليمه، الدنيا راه حديده كتمضي في الرجال، ضحايا كيهضروا حياتهم سينما غير مورو بونش ليتا بونش مورو I love you الصاد فهمتيني، بحال التراكات الخوت نحبهم انا فهمتيني. واه خويا كفوف طريقك غتبان لك كبيره بغاوك تابوندوني، كلشي بالخدمه كيموتو بالغيره حتى حاجه ما دوني الخدمه الخوت فهمتيني، كاين الهارد وورك الخوت وغادي نوصلو فهمتيني. دابا نتوما اللي كتفرجوا في هذا الفيديو واي واحد الخوت كيشوف في هذا الفيديو، شوف نقول لك واحد الميساج ليك انت ولا انت خدم، انا عارف عندك بزاف ديال الاحلام في راسك، عندك بزاف ديال اللعيبات باغي توصل لهم، سو خدم على ودهم وضرب عليهم التماره، وانا متاكد عندك واحد القوه اللي غادي تقدر تحطها في هذا الشيء اللي باغي توصل ليه وغتوصل. جاست خدم فهمتيني، الا ما خدمتيش ما غاتوصلش، يعني خدم ضرب التماره انا متاكد غادي تقدر توصل لذاك الشيء اللي بغيتي قريبا قريبا او عاجلا او المهم غادي توصل فهمتيني، ما عنديش اخوش مع الصواب المهم راك فهمتي الميساج. ليتس جو. ما داروش بحالك يحلموا غيشوفوك في باركور ايروني، غيندمو اللي البارح خيوفك ما تاقوش غيشوفوك كوروني، غيديروك في كروشهم لعيبك ما بانش، شكون اللي غيكون ماشي شكون اللي ما كانش، الضربه افيكاس راه واخا ما بانش، ما صالحاش الهضره كي فاريها بانش 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 بانش. غتشوفني في الزنقه غتشوفني في الرينج، الكومبارا امور هو بحال الفيكينغ، لو وقفتي في الطريق غندوز لك فوق راسك حيت هذا دوميني سو اي ام ذا كينغ. الطريق غيشوف اي واحد يقف لكم في طريقه تهز شي زباره دير له طن حيد ليا من طريقه فهمتيني، ما تخلوش شي واحد الخوت يوقف لكم في طريقكم ويقول لكم باللي نتوما ما تقدروش ولا شي حاجه، انا متاكد غتوصلوا لكاع داك الشيء اللي بغيتو لهذا العام ولا العام الجاي والعام اللي موراه، ما كيهمش وقتاش وصلتوا، المهم هو انكم غادي توصلوا. لا صديقي راه فيك ما غنتيقش، اللي دازو قدامك راه طلعو في الدار، تيق بيا انا قلت لك راه ليك ما غنلقش، خيو جامي اطير ديما زيرو خساره، جامي تحبسني غنميلو ما نطيحش لك، حالة تشوفها غتولي حشاره، بقيتي غداوي راه ليك ما غنفيقش، لفخت لك وبليجي غنخلي الاماره، سولو في طريقي خو عيني في هدف، تا واحد ما غادي يقدر يستوبيني، قرينا لا ميزير وخبزنا راه حافي، كبرنا في الزنقه باغا تهبطيني، باغي غا ديالي غنجيبها بدراعي، جامي غنقول لك انا بيستونيني، لا جابت ليا بخوره ديالي غناخدو، بلا ما تسناني خو نقول لك اعطيني، تعلمنا سيرفي والثقة غنساها راه حضرنا العزاها، الدنيا راه صعيبة ما قدرتيش عليها خليها راه عارفة فين جات ضرباش، بقى في التفاحة راه كلشي باغيها مي بنادم كلا، الحولي راه كيرعاه خو زوينة لاقيها وعطيفة شي تلا فورو.
بيك ريسبي ليك اخي مورا فهمتيني بحال التراكات اي لوف ذم برو جلو بقى تكثرنا من التراكات واللعيبات الموتيفاسي والخوت guys كتشري النين ديال الرياكشن هادي اللي كنت اول مره تشوفني مالك دير جيم كومونتير سبسكرايب فهمتيني ما تنساش النصيحه اللي قلت لك تقاتل وما تسوقش الهيرز الساط فاك الهيرز الساط مشي لك الهيترز الساط سولي كنت اول مره تشوفني مالك دير جيم كومونتير سبسكرايب انستغرام ديالي هو هذا باش تمشي دير لي فولو تما كنزاو تنطلعوا لايفات كنطلع معايا بنادم فهمتيني كيف ما كان بنادم كندير لايف بنادم بغى يطلع اللايف ويزاق طلعوا اللايف فهمتيني شي واحد عنده شي فري ستايل بغى فري ستايل في اللايف وكدا وسيبور الخون سيبورت او بنادم دوز الخا شوف اللي عنده شي فري ستايل شي لعيبه لايف زوف فهمتيني سو نشوفكم في الفيديو الجاي تهلاو بيز